نكملها. هلا احنا عندنا احد المشاكل، هذا الكرت تحسن، صار في عندي تحسن الوضع، بس لسه شكله مش دي سي. انا بدي مر دي سي في هذا اللود، لو انه هذا على فكره دي سي موتور، شو راح احس فيه؟ دي سي موتور عمال بصير يعمل فايبريشن، بصير في تورك عالي هون وزيرو هون، تورك عالي هون وزيرو هون، هذا ما بينفع. شو بدي احاول اوصل هذا الكرنت لايش انه يكون؟ دي سي، مش هيك؟ هلا انت زي ما حكيت ممكن اعمل هيفلي اندكتيف لود، ازيد هذا، بس انا احيانا اللود انا ما بقدر اغيره، لو زدت هذا صار هيفلي اندكتيف، شو راح يصير بهذا الكرنت؟ شو الطريقه الثانيه اللي كاني زدت الاندكتنس بدون ما ازيده؟ طول اي تايم هذا هون ازيده، المشكله لو زدته راح يسوء الوضع اكثر، لانه انت لو زدت الزمن اي زمن قصدك هذا تزيده؟ تي اون اوكي، بس تي اون ايش راح يعمل؟ راح يرفع الافرج كله، بس ما راح يتخلص من الريبل هذا اللي موجود، ايش طريقه ثانيه؟ هذول يطلع دكتور اذا كان تي اون كبير ودي اوف صغير ما راح يتفرغ. مظبوط، بس ما هو صار اعلى بكثير من الفاليو اللي انا بدي اياه، مظبوط كلامك، صحيح صحيح. انت بتقول لو انا كبرت تي اون راح يرتفع هذا وراح يصير تقريبا قريب من هون، بس انا ما بدي، انا بدي شيء بسيط، لو انا بدي بس 10% ما بينفع اني ازيد تي اون، ايش لازم ازيده حتى اخفف الريبل؟ ايش السويتشنج؟ سرعتها شو هي؟ ايش يعني ايش عمالي بزيد بهاي الفريكونسي؟ وعلى فكره زياده الفريكونسي كاني شو عملت انا؟ كاني زدت ال، يعني مش الامبيدنس تبعت ال شو بتساوي؟ 2 باي اف في ايش؟ في ال او اوميجا ال، فانا اذا مش قادر ازيد ال شو بقدر ازيد؟ بزيد اف او الفريكونسي. فاذا احنا شو رح نعمل الان؟ رح نزيد الفريكونسي، يعني هدول بدل ما هاي تقعد الفتره هاي رح خليها تقعد الفتره هاي وتصير تضلها نص، خلينا نرسمها. فشوف شو رح نعمل، رح ارسمها تحتها. مصادر الفترة كلها، إذا خلينا نرسمها هون راح أزيد الفريكونسي الآن. فبدال ما كانت عندي الفريكونسي خلينا نحط الفولتج، راح أخذهم لضعف الفريكونسي، فالتي راح يصير نص القيمة. فراح يصير هذه 1 2 3، راح آخذ 1 2 3. ما غيرتش الديوتي سايكل، ليش؟ لاحظوا الديوتي سايكل ما تغيرت. لأنه تي أون على كابيتال تي لساها مش هاي كانت نص؟ تي اون على كابيتال تي 50%، تي اون على كابيتال تي كمان 50%، فانا ما غيرتها، بس تي شو صار فيها الان؟ صارت اصغر، هيك هي تي الاصلي كابيتال تي، هي تي كابيتال تي الجديده، اذا الفريك اذا تي نزلت الفريكونسي شو صار فيها؟ زادت. طلع شو راح يصير عندي بالكارت هون، هلا هذا هون راح يصير يعمل هيك. لانه ما راح يكمل، ما راح يلحق يكمل ايش؟ التشارج والديسشارج تبعه، ما راح ينزل لزيرو. عند النقطة هاي قبل ما تخلص الكرنت اللي موجود في الاندكتر شو شغلت؟ شغلت الفولتج، مين طفى؟ الدايود، مين اشتغل؟ ترانزستور، فرديت ورجعت ابعد اشحر، لما وصلت عند النقطة هاي لسه ما وصلت كونستنت دي سي، شو طفيت؟ طفيت الترانزستور، مين اشتغل؟ الدايود. لاحظوا على فكرة الكرنت، هذا الكرنت وين الأزرق؟ في مين ماشي؟ في اللود. لكن هذا الكرنت ماشي في اللود، بس هذا الكرنت من وين جاي؟ التشارجنج من السبلاي. طيب وهذا الكرنت وين عم بروح؟ دايركت. اذا السبلاي فيش فيه كرنت خلال الفتره هاي ولا خلال الفتره هاي، والدايركت فيش فيه كرنت خلال الفتره هاي والفتره هاي، مش هيك؟ يعني لو بدي ارسم الكرنت في السبلاي وين راح يكون الكرنت اللي في السبلاي؟ بس ايوه هاد زيرو، هاد زيرو، مضبوط؟ هاد زيرو. طيب الكرنت اللي في السبلاي وين راح؟ هذا الكرنت في السبلاي الاخضر، والكرنت في الدايود وين راح يكون؟ من زيرو. اي هيك. فالكرنت كانه اللي في اللود نصه او فتره بيجي من السبلاي وفتره بروح في الدايود. وين الطاقه عم بتروح؟ جزء من الطاقه في، جزء من الطاقه عم بضيع فيه. الريزستر هاي اللي من هون اللي تخزنت. ماشي؟ اذا الطريقه حتى اخفف الريبل اني ايش ارفع؟ الفريكونسي. طب الطريقه حتى ارفع الافرج تبع الكرنت ايش هي؟ ازيد ازيد ايش؟ تايم اون اللي هو ايش عمالي بزيد؟ ديوتي سايكل. اذا حتى ارفع الكرنت بزيد الديوتي سايكل، حتى اخفف الريبل شو بعمل؟ بزيد الفريكونسي. حتى انزل الكرنت شو بعمل؟ بنزل الديوتي سايكل وخلص ما بغير الفريكونسي، الفريكونسي حتى تخفف الريبل. طبعا حسب اللود اللي موجود عندي وحسب الاندكتنس الموجود عندي بدي اختار فريكونسي مناسبه. الفريكونسي بقدر ارفعها في كثير من اللودز، الماتورات المحركات،
بقدر ارفعها لحد 10 كيلو هرتز او 14 كيلو هرتز.